رحيم، حملة رمضان أمان 8 للعام الثامن على التوالي في 8 مدن، طبعا الكويت، السعودية، الإمارات، عمان والبحرين، إضافة إلى الأردن والبوسنة والهرسك ومصر، طبعا في الساحل الشرقي جميع إمارات الدولة من ضمنها المنطقة الشرقية، إمارة الفجيرة ومدن كلبا وخورفكان ودبل الحصن. طبعا نوزحنا 4050 وجبة يوميا في الساحل الشرقي، مركز التعبئة موجود في الفجيرة، والمواصلات الإمارات تتواصل معنا، نوصل وجبات إلى أماكنها في جميع مدن الساحل الشرقي. عدد المتطوعين طبعا يتزايد، هذه السنة يمكن أكثر من 1000 متطوع مشاركين لحد الآن. نوجه الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور في جميع إمارات الدولة على تعاونها، لأن هدف الحملة هو تخفيض الحوادث وقت الإفطار بشعار يحمل رمضان بلا حوادث.